خطيبك قال لك باباك اتفق معاه على ايه امبارح؟ صحيح يا بابا، انت ليه رجعت في كلامك مع عماد؟ انا يا حبيبتي ما غيرتش كلامي مع عماد، انا بس عدلت في الاتفاق. بدل ما كان جايب لك شقه في التجمع، عايزه يجيب لك شقه هنا جنبي في مصر الجديده. وبعدين انا اتفقت معاه، قلت له بدل ما حفرش اوضتين انا هحفرش 3 اوض. بابا عماد معهوش فلوس، بعدين حضرتك عارف سعر المتر كام في مصر الجديده. جين، باباكي عايز مصلحتك، وبعدين ليه يا حبيبتي تترمي في الصحراء بعيد عننا؟ تجمع الخمس يا ماما بقى صحرا، وبعدين اتفقتوا ليه معامل الاول؟ يا حبيبتي انا عايز اعمل لك احسن حاجه في الدنيا، انا بخاف عليكي. بعدين انت مش رخيصه عشان اسلمك ليه بالساهل. انت عارفه ان انا سايب لك قد ايه انت واخوكي. خليه ينفذ اللي احنا عايزينه. ايوه طبعا، اللي بيجي رخيص بيروح رخيص، وانتي مش زي اي حد يا بنتي. انتي ما فيكيش غلطه، جمال ومال ومستوى ودكتوره، هو بقى ايه؟ حته محاسب. بعدين يا ماما، ايوه هو ما فيهوش غير كده. لا، عماد في حاجات تانية. عماد بيحبني بجد. أظن إحنا بنحبك أكتر. تروحي وترجعي بالسلامة يا بنتي. يا ماما، هو أنا مهاجرة؟ دول 3 أيام بس. أنت هتوحشيني قوي. أنت كمان يا أمي. طب بقول لك إيه؟ إيه؟ وحياة أبوكي، تاخدي دي معاكي. إيه دي؟ بقيت صينية الكيك. كيكة إيه بس يا أمي؟ طب أجيب لكم ملوخية وحبة محشي؟ لا خلاص، هاخد الكيكة. طيب بقول لك إيه؟ إيه يا حبيبي؟ أنا عايزاكي بقى وأنت هناك تفرحي كده وتضحكي وتبقي كده دايما، يعني مش شرحه كده. ها هاي يا حبيبتي، ده انت اللي حلتي يا روح قلبي. حاضر. والنبي ما تضايقي نفسك خالص. عايزه ايه كمان؟ الفرحه حلوه. ها دوري على الفرحه فين، واقعدي كده اتبصي تلاقي حاجه حلوه اتفرجي عليها كده، اتبصي وابصي نفسك. خلاص حاضر حاضر. عايزه ايه كمان يعني؟ طب عايزه حاجه اجيبها لك وانا جايه؟ لا انا عايزاكي ترجعي بالسلامه. تفتكر اني اقدر اجيب شقه في مصر الجديده؟ اه طبعا ممكن. اه ازاي بقى؟ احنا لو بعنا شقه التجمع تجيب كام؟ مش لسه عليها اصابه الدفع؟ يعني 450، قولي 500,000 يجيبوا ايه في مصر الجديده؟ كشك. ليه كده يا عماد؟ بتفكر بطريقه سودة قوي. احنا قاعدين عشان نتكلم ونحل، مش عشان نقفل. تمام، حليها انت. شقتكم في مصر الجديده دي شقة أمي مش شقتي. في إيه؟ ما أنت طنط واحد طبعًا. مش فاهم. يعني أنت لو بعت الشقة دي وجبنا شقة تانية ممكن تجيب شقة حلوة قوي. وأمي؟ طنط الطيوبة عمرها ما هتتضايق طبعًا. تقعد في قانون جديد. أنت بتستهبلي صح؟ ليه كده؟ يعني إيه بستهبل؟ فكر بس معايا بهدوء. احنا لو بعنا شقه هنطلع لطنط مبلغ تحط وديعه في البنك، المبلغ ده هيطلع لها فلوس تقدر تدفع بيه الايجار، سهله اهي. اه وكل ده علشان انت وابوكي مش عايزين تتنازلوا عن اي حاجه. لا يا عماد، مش كده مش كده، مش انا ده بابا. وانت ما عرفتيش تاثري على بابا؟ لا ما عرفتش، حاولت معاه ما رضيش. اعمل ايه، اتخانق معاه يعني؟ لا لا، انت الموضوع جاي على هواكي اصلا. بصراحه مصر الجديده احلى من التجمع بكتير طبعا، انا متعوده على مصر الجديده. خلاص بقى اضحك، انا عارفه انك هتحلها صح. هتحلها؟ انت فارق معاكي حاجه؟ ما انت ما تدفعيش حاجه من جيبك يا جان. عماد، هو انت لسه بتحبني؟ المهم تكوني انت لسه بتحبيني يا جان.
في يا استاذ حمزه؟ في ايه؟ الاستاذ حمزه بعت العربيه بتوصله مع المساعد بتاع حضرته، دلوقتي عايز يروح وانا ما عنديش عربيات. ما ينفعش تقول بس يا فتحي اسكت انت. حاضر يا استاذ. امشي يا زغلول. في مدير انتاج اسمه زغلول؟ غلطه هتتصلح، ما انت طول عمرك معترض، اعمل فيك ايه؟ كل حاجه معترض عليه، معاكش عربيه، انا معايا عربيه هوصلك. ايوه بس انا مش مروح، انا عندي مشوار مهم، انت عارفه. هتفرق في ايه؟ اوصلك البيت، اوصلك مشوار، برضه هوصلك. قدامك قد ايه؟ يعني 10 دقايق. كتير، 5 وحصلين. حاضر. لا استنى مش ضمناك، هاجي معاك. مش عايز حاجه توها؟ ربنا يخليك يا ريس. بجد؟ عايز سلامتك. انت غالي. انت عسل. يلا باي. استنى. اكتر واحد مسيطر في القناه. ايوه وصلتي بالسلامه؟ لا انا لسه في الطريق، وموضوع الطياره ده فاشل من اوله، انا لسه فاضل لي ساعتين. وايه اللي اخرك قوي كده يا بنتي؟ حاجه تقرف، تخيلي الاولاد اللي عندي طلعوا بالاتوبيس ووصلوا. طب وانت فين دلوقتي؟ وصلت بالطريق. الله. وبتاكلي ايه؟ كيكه ماما عاملاها مش تحفه. والله انت رايقه. انت صوتك ماله؟ مفيش، شوية عك كده في الشغل. العيال جولت؟ لسه. بقول لك ايه؟ كلميني قبل ما تطلعي الطيارة. ماشي. فيا فيا عشان اكل الكيكة، باي. والله العظيم انتي ضايعة. باي. هو احنا ايه اللي جايبنا هنا؟ ما تمشي وانتي ساكتة، هكون خاطفك مثلا؟ لا مش خاطفني، بس عايز اعرف انا فين. نحن في الجياره. جياره؟ بسمع عنها على فكره. وانت ايه اللي جايبك هنا بقى؟ انت مال اهلك؟ يوه حشريه موت. المهم عجبتك البروفه؟ البروفه مش بطاله، بس بصراحه يعني انا لسه قلقانه. قلقانه؟ شوفي باذن الله انا هبقى كويس، بس الحقيقه مش ضامن كام وليه الغجر اللي انتوا جايبهم لنا دول. ناوي ما تفكرني بقى، احنا كل يوم كلامنا في الشغل دوت والستات دولت وانت ومشاكلك، انا مش قادره اتكلم في الشغل خالص، اقفل الموضوع. طبعا تليكي عاوزه تستاذني وتروحي عشان تسهري وتسكري وتهنكري مع اصحابك الصيع. اهنكر؟ اه تهنكر. جبتها منين دي بقى؟ جبتها من والنبي والنبي. خلاص اسكت اسكت. خلاص خلاص مش عايز اعرف جبتها منين، انا عارف لسانك قد كده هترد رد مفاجاه.